خلينا في البداية نتعرف على فكرة تنفيذ منصة مختصة بالأعمال اليدوية. إيه اللي خلاكم تفكروا في الفكرة دي؟ يمكن احنا شفناها في حاجات تانية كتير، لكن فكرة الحرف اليدوية على منصة، إيه الاستفادة؟ يمكن لأن احنا فعلا محتاجين يبقى في تسويق بشكل احترافي أكتر للمنتجات، ومش مكتفيين بالتواجد في المعارض، وناس كتير قوي ظروفها ما بتسمحش بالنزول في المعارض، وخاصة ان المعارض اصلا كمان بتتعامل بشكل قليل قوي بالنسبة للحرف اليدوية بشكل سنوي كمان. فطبعا تواجد على الساحة الإلكترونية بشكل احترافي وتسوق إلكتروني بيكون أفضل بكتير وأسرع بكتير في التواصل مع صاحب الحرفة اليدوية نفسه. طب يعني هي نافذة تسويقية إلى جانب طبعا المعارض اللي احنا بنشوفها زي معرض ديارنا مثلا ومعارض مختلفة بتهتم بالحرف اليدوية. حابين نعرف من حضرتك، يعني لو عملنا جولة كده على المنصة، ما تشتمل عليه المنصة؟ إيه الخدمات اللي بتقدم للمختصين للعاملين كمان في الحرف اليدوية والتراثية؟ مبدئيا هو معمول لكل حد من أصحاب الحرف اليدوية، كل حد عنده منتج خاص بيه معمول له زي ستور خاص بيه. الستور ده الناس بتدخل تتفرج على المنتجات من خلال الواجهة، لو لقى منتج معين عجبه بيروح محوله على طول على الستور ده، فيبدأ من الستور ده يتسوق مع الحرفي ده بالذات أو يتواصل معاه بشكل مباشر، فيبدأ يطلب منه المنتج اللي هو طلبه أو حاجة معمولة مخصوص ليه هو. فبنبدأ نعمل الكاستمايز بتاع ان هو ينفذ له منتج خاص بيه. تاني حاجة هي فيها جزء إخباري، بننزل فيها أخبار بقى عن المعارض، عن أصحاب الحرف اليدوية، معلومات جديدة، حاجات خاصة في التسويق، بنبدأ نديهم أفكار وحاجات مهمة قوي تفيدهم في حتة التسويق لمنتجاتهم. هل في شروط معينة للي عايز يكون مشارك في المنصة أو يتم تسويق شغله من خلالها؟ في شروط معينة حاطينها؟ لا، هو خالص ان هو بس يبقى عنده منتج يدوي تراثي، منتج يدوي او تراثي ومصري. طب استاذه انتصار، عندنا مشكله دايما كبيره في الحرف اليدويه، ان زي ما بيقولوا كده الاسطوات الكبار في الحرف اليدويه بدات يعني يقل عددهم، بدات بعض الحرف تندثر طبعا، ما تبقاش موجوده. فاكيد المنصه دي ممكن تلعب دور في تقديم دورات او مهارات معينه وتعليم مهارات الاجيال الجديده، عشان يبقى في استمراريه لبعض الحرف اللي احنا خايفين تندثر الفتره اللي جايه. هو موضوع الـ الـ الشيوخ الحرف اليدويه، فعلا احنا عندنا شيوخ الله يرحمهم يعني ما بقوش موجودين في الساحه وما لحقناش اصلا نستفيد منهم. ففعلا احنا بقالنا في المبادره بتاعتنا من قبل المنصه بنعمل ورش تدريبيه ومهرجانات تدريب، وبنحاول ان احنا دايما يكون معانا من شيوخ الحرف اليدويه اللي يقدروا يوصلوا الفن بتاعهم لناس كتير قوي، وهم فعلا بيقدموا تدريب، يعني في ناس فيهم بتقدم تدريب فعلا. يعني بيبقى في اعلان لدورات متخصصه على المنصه، في اعلان لدورات يعني لاي حد عايز يتعلم. بالظبط، موجود. ونفس اصحاب الستورز نفسهم بيعملوا تدريبات برضو، كورسات وورش تدريبيه.